الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه أنيل للاخبار. في هذه الحلقه من المشهد نلقي فيها الضوء بشكل كبير على الامن القومي المصري، والى اي مدى هو مرتبط بشكل كبير جدا بالامن القومي العربي والخليجي على اعتبار انه جزء لا يتجزا منه. وهذا ربما ظهر واتضح جليا في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة تنصيبه لرئاسة جمهورية مصر العربية، والذي أكد بشكل كبير على أهمية أن يكون هناك دعما متكاملا ما بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، حيث أشار أيضا خلال حواراته المتكررة خلال الدعاء الانتخابية والتي سبقت انتخابات الرئاسة أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأيضا أوضح أن زيارته الخليجية الأولى ستكون للمملكة العربية السعودية، وهذا بطبيعة الحال يعني نظرا لقوة ومتانة العلاقة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضا بسبب يعني الدعم القوي والمساندة الحقيقية التي قدمتها المملكة العربية السعودية للشعب المصري في ثورة 30 يونيو. إذن من الواضح أن العلاقات المصرية الخليجية ربما ستدخل مرحلة جديدة بدأت ملامحها تتضح بشكل كبير من خلال التحالفات التي واضحة للعيان، وهو الأمر الذي ربما يقلق الكثير والعديد من الدول وأبرزها إيران و تركيا. للحديث عن الأمن القومي المصري بشكل عام ومدى ارتباطه بالأمن القومي الخليجي والعربي، اسمحوا لنا أن يكون معنا لإلقاء الضوء والرؤية التحليلية في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة بسيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. سيادة اللواء مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، وأشكرك على تلبية الدعوة. ولكن يعني في البداية اسمح لنا قبل بداية النقاش أن نتوقف بشكل سريع لمتابعة هذا التقرير التالي، ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش على الهواء مباشرة. أما أمن منطقة الخليج العربي فهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. احنا قلنا مسافة السكة بقى. مش مسافة السكة برضو ولا ايه؟ مسافة السكة كلمات طالما كررها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي قبل وبعد وصوله سدة الحكم، تشرح بوضوح سياسة مصر المرتقبة تجاه الأخوة العرب، وبالأخص فيما يتعلق بأمن المنطقة وعلى رأسها الخليج العربي. المتحدث الرسمي السابق لحملة السيسي الدكتور عبد الله المغازي أكد حرص الرجل على الأمن القومي للدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بحكم القرب الجغرافي، وذكر أن القيادة الجديدة لن تتأخر في الوقوف إلى جانب الخليج العربي على اعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، وأن أي اعتداء على الدول العربية حتى وإن كان معنويا يعد اعتداء على مصر. الموقف السعودي على سبيل المثال كان واضحا من البداية في صف خريطة الطريق، ثم دعوته لمؤتمر المانحين لدعم مصر اقتصاديا، ثم مشاركة ولي العهد في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، وما أعرب عنه من تقدير لجهود مصر في محاربة الإرهاب واكتثاثه من منابعه. العراق هو الآخر، وما يواجهه الآن من حرب شرسة ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، بعد آخر سيستلزم من السياسة الخارجية لمصر في الوقت الراهن تعاملا بشكل مختلف يتناسب مع حجم الخطر الذي قد يهدد المنطقة بأكملها. تغير الخريطة السياسية للمنطقة العربية مؤخرا وقوى الإرهاب التي بزغت على السطح جعلت من مسألة تكاتف الجهود العربية في مواجهة التحديات المحدقة بها والدفاع عن وحدة التراب العربي والكرامة العربية أمرا لا مفر منه. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة بسيادة اللواء دكتور
جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. سيادة اللواء حقيقة في البداية قبل ما نتكلم على الأمن القومي المصري وعلاقته بالأمن القومي العربي والخليجي، خلينا الأول نقدم مفهوم أو تعريف للأمن القومي في المجمل. يعني يمكن لفترة بسيطة كان دايما مرتبط الأمن القومي في أذهان وعقول الناس بالبعد العسكري فقط، ولكن ربما مع اتساع مفهوم الاستراتيجية الشاملة للدولة أصبح بيشمل البعد السياسي، ربما الاقتصادي الاجتماعي، وحتى البعد النفسي أيضا للدولة. إيه هي رؤية حضرتك لمفهوم الأمن القومي بشكل شامل من كل هذه الزوايا المختلفة؟ شوف حضرتك، هو في نظريات كتير في لتعريف الأمن القومي. يعني أنا هتكلم على حاجتين اتنين بس عشان نوضح للناس اللي بيشوفونا دلوقتي يعني إيه أمن قومي. قالوا إن الأمن القومي هو العوامل والظروف التي توفر للوطن وللمواطنين حياة كريمة. ده كان التعريف في الأول. تمام؟ فلينا الله، طب ما هو ايه الفرق؟ ما هو اي انسان او حيوان يعني ايه ظروف هتخليه يعيش كويس وياكل كويس وينام كويس، يعني ايه ظروف الحياه المعيشيه العاديه؟ لا، فجاه التعريف بقى اشمل واعم. قال لا، هي تلك الظروف والعوامل التي تحقق للوطن التقدم في اتجاه تحقيق اهدافه. تمام؟ في مجالات، وايه هي مجالات بقى الامن القومي؟ زي ما حضرتك قدمت كده، قلنا الامن، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الدبلوماسي، المجال العسكري، المجال الاجتماعي، في كل المجالات التي توفر للوطن أن يتقدم ويحقق أهدافه التي حددها في اتجاه غايته القومية. فإذا لو جينا احنا ده هو ده, ده, ده التعريف الشامل. إذا لما أنا يبقى إيه حالتي الاقتصادية، مستوى أو متوسط دخل الفرد متوسط عالي، الحياة الاقتصادية في الوطن حياة كريمة، ما فيش عندي نسبة بطالة، ما فيش عندي عاطلين، الحياة الاقتصادية عندي حاجاتي تلبية لحاجات الأفراد وحاجات المواطنين كلها، حاجتي بصنعها عندي في وفرة. إذن ده عامل اقتصادي أو مجال اقتصادي بيؤمن أو بيوفر للمواطنين وللوطن ظروفه أن يتقدم في اتجاه غاياته وأهدافه القومية. أيضا نمسك العوامل، العامل العسكري، يمكن العامل العسكري ده آخر حاجة، وإن كان هو بنقول إيه ده راس الحربة أو ده اللي بيحمي كل العوامل الأخرى. فمن هنا عشان مش عايز كان يعني البعد العسكري اخر حاجه زي ما حضرتك شايف، ولكن هو مرتبط باذهان عدد كبير جدا من الناس ان الامن القومي يعني البعد العسكري. شوفي حضرتك، كل هذه العوامل ان لم يكن هناك ما يحميها ويؤمنها ضد اي تهديد خارجي، خلاص هضربها في صفر، بقت صفر. اذا لو في تهديد ليها ما بقالهاش وجود. فالعامل العسكري هو اللي بيحميها هنا. اذا انا لو عندي اقتصاد كبير ولكن بقيت مطمع، ما عنديش قوة تحميه، بقيت مطمع لأي محتل أو لأي معتدي إنه يجي يعتدي عليا ويستولي على ما لدي من قدرات اقتصادية، ما بقاش ايه قيمتها. اذا سيادة اللواء، يعني قوة الدولة لا تكمن فقط في البعد او القوة العسكرية او الامنية، وانما ايضا في قوة البناء والتنمية والتي تعد هدف او بعد مهم جدا من الامن. هو شوفي حضرتك، عندنا قوة الدولة الشاملة اللي كل دولة في العالم بتنمي هذه القدرات وهذه القوة. فهي قلنا ايه القوة مثلا، القوة او القدرة السياسية. يعني ايه قدرة سياسية؟ يعني القيادة التي تدير شؤون الوطن او تدير شؤون البلد، اللي هي وظيفتها حشد وإدارة إمكانيات الدولة دي كلها لتحقيق أهدافها. طيب القدرة الدبلوماسية، علاقتي وتوظيف علاقتي بالدول الخارجية، بالعالم الخارجي، لأن وقوف العالم الخارجي إلى جواري غير ما العالم الخارجي بقف ضدي، كل ده قيمة مضافة لقدرات وإمكانيات البلد. أيضا عندي هنا في إمكانيات الدولة نفسها، لو عندي الدولة نسبة التعليم في الوطن مثلا، أجيب اللي بنسميها الكتلة الحيوية للبلد نفسها، قيمة الأرض، البقعة من الأرض التي أعيش عليها وقيمتها لما بقى في منطقة ما زي المنطقة اللي فيها مصر، عندي على ممرين أو على بحرين كبيرين في مركز الكرة الأرضية، عندي ممر مائي العالم كله محتاج لي، أنا في منتصف الكرة الأرضية، في ملتقى ثلاث قارات. إذن دي بتديني قيمة. الأرض منتجة سواء كانت زراعية أو كانت بالمعادن أو بالبترول أو خلاف، ثم قيمة السكان نفسهم، نسبة التعليم فيه قد إيه، نسبة الإنتاج فيه من الناس دي قد إيه،
مستوى صحة الفرد، حياة الفرد، كل دي قيم وقدرات للدولة. إذن كل هذا يحقق للدولة الأمن القومي لها. كل ما حاجة من دي تنقص يبقى إذن الأمن القومي للبلد أو للوطن أصبح مهدد. تمام. طب سيادة اللواء، يمكن في كلمات رئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في حفل تنصيبه لرئاسة جمهورية مصر العربية، قال وأكد على قضية الأمن القومي بشكل كبير جدا، وقال إننا بحاجة إلى مراجعات شاملة لكافة أوجه آليات العمل العربي المشترك، لا نجتمع ولا نتحدث فقط، وإنما علينا أن نتخذ القرارات الكفيلة بتحقيق أمننا العربي المهدد في العديد من الدوائر المختلفة. كيف تتابعت هذه؟ تمام. أنا دلوقتي تخيل حضرتك في هذه البقعة من الوطن العربي، ولنا أعداء، ولنا من يطمع في أرضنا، ومن يطمع في ثرواتنا، ولنا من يهدد أمننا القومي، سواء كان الأمن القومي ده في المركز أو على الأطراف. وتهديد الأطراف لا يقل أهمية عن المركز، لأنه إذا كان هيوصل للأطراف هيشد طرف من الأطراف مثلا بتاع الوطن العربي، بقى سهل قطعه، بقى سهل الوصول إلى المركز وهو مصر. فإذا إن لم نكن كلنا جميعا، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. إذن أعدائنا لن يقاتلونا لو إحنا جميعا، العيب هي هم اللي بيتحصنوا، هم اللي بأسهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم المرهوبين مرعوبين منا، ده رب العزة اللي وصفنا بكذا. فإذن إحنا لو إحنا كلنا كوطن عربي بنؤصل وبنفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، عمر ما في دولة واحدة يعني ما حد هيطمع فينا. وعندنا المثل في 73 أعظم مثال للتاريخ كله. يكفي أن حضرتك تعرفي أن لما جت أمريكا، لما إسرائيل استغاثت بأمريكا يوم 7 و8 أكتوبر 73 وقت أنقذوا إسرائيل، وقررت أمريكا أنها تعمل جسر جوي لإسرائيل، فالمسافة طويلة عشان يعمل يملأ البترول الوقود للطيارة دي، هيقلل الكمية الحمولة اللي هي بتشيلها. فقال له طب نعمل إعادة ملء للطائرات في المسرح الأوروبي. هل تعلم حضرتك إن مفيش ولا دولة في أوروبا وافقت إن طيارة من الطيارات الأمريكية تنزل تعمل إعادة ملء على مسرحها؟ ليه عملت كده؟ حفاظا على مصالحها لدى العرب. تمام. أيضا إفريقيا اللي قطعت علاقتها، معظم دول إفريقيا قطعت علاقتها خلال 48 ساعة بإسرائيل. ليه؟ لأن مصالحها مع العرب. إذن كل ده أمن قومي، ده استخدام لإيه؟ للدبلوماسية العربية، استخدام لإمكانياتنا لقدراتنا. مصالح الدول الأخرى عندنا هي التي جعلت هذه الدول تقف إلى جانبنا في مواجهة عدونا. تمام. طب سيادة اللواء لو تسمح لنا معنا مشاركة ومداخلة هاتفية الآن من الأستاذ الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات من دبي. دكتور عبد الخالق مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. وبداية يعني كيف تقرأ العلاقات المصرية الإماراتية، وإلى أي مدى هي تمثل يعني تكامل حقيقي، خاصة يعني أن الإمارات كانت من الدول العربية الخليجية الشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة الحقيقية لمصر بعد ثورة 30 من يونيو؟ يعني أعتقد اليوم العلاقات الإماراتية المصرية تمر بواحدة من أحسن فصولها ومراحلها، وتأتي هذه المرحلة بعد أن مرت بعاصفة هوجاء، وكانت الإمارات على وشك أن تخسر مصر، كما كانت مصر على وشك أن تخسر الإمارات وتخسر دول الخليج خلال مرحلة مرسي. أعتقد تجاوزنا تلك المرحلة الصعبة، عدنا إلى بعض، وأعتقد يعني الآن تقريبا يعني في مرحلة يمكن تسمى العصر الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتي. وأتوقع أن المستقبل سوف يرى المزيد من التعاون، مش فقط في المجالات الدبلوماسية والسياسية والتنموية والاستثمارية، وحتى أيضا بعد من ذلك ربما حتى على صعيد مشاريع عسكرية مشتركة أيضا. فأنا جدا متفائل
مش فقط بالمرحلة الراهنة وإنما أيضا خلال السنوات القادمة. ولكنك هل ترى أي يعني ثمت أي تحديات أو عراقيل يعني تعوق هذه العلاقة، أو كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات المصرية الإماراتية والمصرية العربية في مجملها، على اعتبار أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل كبير وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الخليجي والعربي؟ أعتقد يعني لأول مرة صرنا متفقين على قائمة الأعداء وعلى قائمة الأصدقاء، هذا مهم جدا لتأسيس لعلاقة استراتيجية قوية. قائمة الأعداء واحدة وقائمة الأصدقاء موحدة، على رأس قائمة الأعداء الإرهاب الذي ارتلت به مصر وتبتلي به المنطقة العربية، وهناك توافق تام وتعاون تام على أن الأولوية المطلقة لمحاربة الإرهاب في مصر وخارج مصر وعلى عموم المنطقة العربية، وهي قريبة عندنا وكما هي قريبة عندكم. وكذلك قائمة الأصدقاء متحدة وموحدة، عندما تكون الرؤية واحدة تجاه هاتين القائمتين الواحد يعني يرى مستقبل واعد. وأنا أراهن أكثر من هذا وذاك على هذا المحور الجديد الذي يتبلور في النظام الإقليمي العربي، محور مصر، محور السعودية، محور الإمارات. عندما تتفق الرياض وعندما تتفق أبوظبي وعندما تتفق القاهرة، أعتقد هذا المحور هو الذي سيعيد التوازن إلى النظام العربي الذي يتوازن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات على هذه المشاركة. سيادة اللواء، يمكن دكتور عبد الخالق دلوقتي تحدث عن جزئية مهمة جدا عندما قال كادت مصر أن تخسر الإمارات وكادت الإمارات أن تخسر مصر، وطبعا بطبيعة الأحوال بسبب التصريحات والتصرفات الغير مسؤولة من جماعة الإخوان الإرهابية. كيف يعني تبعت هذه الكلمات من دكتور عبد الخالق؟ الدكتور عبد الخالق يعني فعلا ألقى نظرة متبصرة، نظرة واعية، بيقرأ التاريخ قدامه، بيقرأ المشهد كله قدامه. وأنا عايز أقول إحنا لو بصينا النهاردة يعني العملية، عملية في عهد الإخوان هي مشكلة ما كانتش بالتصريحات فقط، ده كان بداية. يعني النهاردة لما أجي ألاقي قوة أو زي تنظيم داعش في العراق يستولي على محافظة نينوى، يقطع أو يسيطر على الحدود بين العراق وبين سوريا، ده تنظيم إرهابي الجيش الدولة بيفر أمامه. ده معنى كده انه مش تنظيم صغير، مش جماعات صغيره، ما هي دي الجماعات الارهابيه المتاسلمه. تخيل حضرتك ان كان الاخوان المسلمين جاي وظيفتهم انه يلموا كل الجماعات دي كلها تتحط في سيناء تخدم اسرائيل رقم واحد، بانها هتعلن سيناء اماره اسلاميه، تقوم اسرائيل تعلن ايه؟ اسرائيل دوله يهوديه، تطرد 2 مليون مواطن عربي اللي هو غير يهودي، ده وتحقق يهودية الدولة. ثم فيما بعد هذا التنظيم، هذه المجموعات الموجودة في سيناء تطلق منها طبقا لأوامر الدولة العظمى اللي عايزة لا تريد الخير لهذه المنطقة لهؤلاء المواطنين، مجموعات من دي تروح على السعودية، مجموعات من دي تروح على الإمارات، مجموعات تروح على الكويت، على أي دولة عربية. يعني عايزين هي دي إيه؟ يفرغوا هذا الوطن العربي من قدراته وإمكاناته بهذه التنظيمات الإرهابية. وإحنا بنبص دلوقتي اللي بيحصل عندنا، يعني الرئيس السيسي لما قال مسافة السكة ده شايف في خطر حادق قدامه، ما بيقولش الكلام ده محض خيال. يعني أنا لما بص ألاقي في من الشمال من العراق، وفي من اليمن في قدرات بتهاجم، وفي عندي من الشرق بالنسبة للخليج العربي في تهديد واضح موجود، كل هذا الكلام موجود ليه؟ إذا لا يريد خير لهذا الوطن العربي. وبعدين أنا لو هترك أطرافي في على الخليج العربي أن تهدد، إذا سمحت ليها ما الخطوة الجاية عليا، ولو عندي أنا الخطوة الجاية عليه هكذا. إذا إحنا أمننا كوطن عربي أمننا مرتبط ببعضه تماما، سواء كان هذا الأمن استراتيجي، اقتصادي، عسكري، أمن اجتماعي، أمن في كل المجالات، نحن مرتبطين تاريخا يربطنا
آمال مشتركة تربطنا، آلام مشتركة قاسيناها من أعدائنا، أعداء الوطن العربي كله. إذن لا مفر لنا أن احنا نواجه هذا العدو مجتمعين، مش هنسيبه لما يستولي علينا جزء جزء. مهمة جدا نسيت اللواء وذكرها أيضا دكتور عبد الخالق أستاذ العلوم السياسية من الإمارات، فكرة لما سألته عن يبقى في تحديات ربما ما بين العلاقات المصرية الإماراتية أو العربية، قال لو اتفقنا على قائمة الأعداء وقائمة الأصدقاء إذن لا مجال أن تكون هناك أي مشكلات أو عراقيل أو تحديات تواجهنا. والتحديات واحدة وواضحة بالنسبة لنا كلنا، احنا النهاردة مصيرنا واحد، ولو يعني أي واحد في الإمارات أو في السعودية أو في الخليج داس على صباعه احنا هنقول أي هنا. نفس الكلام لو واحد في مصر داس على صباعه في الإمارات وفي الخليج كله هيقول أي. إذا كلنا جسد واحد، ما لم نقف لأي تحديات وأي تهديدات، وخاصة إذا كانت التهديدات آنية وحالية وموجودة وحالكة. يعني اللي بيحصل في العراق ليس بمنأى أو مش بعيد عن اللي يحصل عن الجزيرة العربية. صح. اللي بيحصل في اليمن ما هو نفس الكلام، ده محيط من كل ناحية. اللي بيحصل في ليبيا النهاردة ما هي كل ده ونحن في المنتصف من كل هذه التهديدات، وتقترب من القلب سواء كان القلب احنا عندنا في مصر او في السعودية، وتتحرك من الاطراف في اتجاه القلب، لان الثقل بتاع ثقل المركز العربي وثقل مكاننا هنا هو دي في الجزيرة العربية ومصر. اذا بقي هذا القلب متعافي قوي قدرنا نأمن الوطن العربي كله. اذا ما سقط هذا القلب الأطراف إيه قيمتها بعد كده؟ لن تصمد الأطراف نقول أيام ضد أي تهديد خارجي. إذن إلى أي مدى يعني فيما يخص هذه الجزئية التي تحدثت عنها الآن الاهتمام العربي، إلى أي مدى يعكس أسلوب عمل جديد لمصر يعيد لها موقعها الريادي في العالم العربي، وأن مصر في العهد الجديد لابد أن تكون مرجعيتها الأساسية هي العالم العربي؟ شوف حضرتك، يعني الكلام اللي قاله الرئيس السيسي لما بيقول ايه مش عايزين نقول كلمة ريادة لا احنا كلنا كيان واحد. وبعدين انا عندي في مرحلتين او ثلاثة بالتحديد، في عندي الردع اولا، اعدائنا اللي هم متربصين بينا عندما نعلن امام العالم كله، ولما يعلن رئيس جمهورية مصر العربية ويقول مسافة السكة، يعني ما حدش يفكر انه يبص لدولة في اطراف الوطن العربي سواء كانت في اقصى الشرق في الخليج العربي او في اقصى الغرب في المغرب العربي. اذا احنا كلنا مسافة السكة، مسافة السكة دي تدي رادع لاي واحد بيفكر انه يعادي اي جزء من اجزاء الوطن. هي رسالة واضحة يعني. للكل، ما فيش احنا كلنا مصيرنا واحد، هذه المنطقة منطقتنا، يا نعيش كرام كلنا يا إما كلنا يبقى مصيرنا إلى زوال. فإذا يبقى المرحلة الأولى هي مرحلة الردع، لأن إذا ما حسوا إن إحنا كلنا يد واحدة. صحيح. وهنفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. ده رقم واحد. رقم اتنين المواجهة، إذا ما حدثت مواجهة فنحن مستعدون لها، وهناك تدريبات مشتركة كثيرة حصلت بيننا وبين دول الخليج، بيننا وبين الدول العربية، وبنعمل هذا الكلام سواء على أرضهم أو على أرضنا. فده بيدي مثال كامل لكيفية مواجهة أي تهديد أو أي تحدي هيواجهنا. ثم بعد ذلك اللي هو بنسميه إزالة آثار هذا العدوان، ده زي ما بيحصل النهاردة في مصر. يعني دي مرحلة من مراحل الوحدة العربية. احنا تعرضنا في هذا العام الكبيس في عصر الإخوان وكل والإرهاب اللي كان في مصر لهذا المستوى من الاقتصاد المتدني اللي نزل فيه اقتصادنا بقى شكله ايه. إذن كل ما بتقف معانا الدول العربية دي اللي هي المرحلة الثالثة في مواجهة ما واجه مصر من عدوان، ما واجه مصر من خسائر في اقتصادها في أمنها القومي. إلى أي مدى ترى يعني أن هناك ثمة تشابه ما بين الوحدة واللحمة والدعم والمساندة العربية لمصر في هذه الظروف حقيقة الاستثنائية اللي بتعيشها البلاد بنصر 73؟ هي كلها صور للتكرار. يعني احنا لم نتحد في تاريخ العرب والاسلام الا عندما كنا وحدة. يعني صلاح الدين الايوبي لما انتصر على الصليبيين في حطين قبل ما ينتصر كان وحد العرب كله، كان كلنا وحدة واحدة. ده انا هدي مثل حصل في بداية الستينات لمركب عندنا كانت اسمها كليوباترا، مش هديلك بقى مثل بجيوش عربية كانت بتقاتل. هذه المركب كانت رايحة بحمولة في ميناء نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، فهناك عمال الميناء اليهود هناك
عملوا نوع من الفتنة ونوع من الاعتداء على أو نقول اللي هو الاعتداء السلبي، إن هم رفضوا إن هم ينزلوا يقدموا أي معونة لهذه المركب، معونات لوجستية مش أكتر من كده، إلا يفرغوها ولا يعملوا إعادة ملء تاني ولا يعملوا أي صيانة ولا أي حاجة. مركب واحدة مصرية في أقصى بلاد أمريكا، هناك في أقصى القرى الأرضية الغربي، هذه المركب تفتكر إيه اللي حصل؟ جميع العمال العرب في جميع الموانئ العربية قاطعت السفن والمراكب الغربية وليست الأمريكية فقط، كان رد الفعل في منتهى السرعة إن المركب اللي هناك دي السفينة كليوباترا بمنتهى السرعة قدموا لها كل اللي تطلبه أكتر كمان، ده مجرد وقفة عمال في المواني، فما بالك لو احنا فعلا فعلنا هذه الوحدة العربية، ليس في القوات المسلحة أو في الجيوش فقط ولكن في كل المناحي. لو احنا في دولة بس فكرت تعتدل، لو قطعنا كلنا كدولة عربية قطعنا بضائع هذه الدولة صحيح. كيف سيكون حالها لو احنا مركب لينا زي اللي حصل في كليوباترا وعملنا نفس المشهد ده في احد المراكب دي؟ في كل اذن يبقى رد الفعل من نفس اللي ايه الفعل، اذا كان في اذا كان في الدين نواجهه في الدين، اذا كان في المجتمع نواجهه في المجتمع، في اي مجال. يعني طبيعه الاحوال نواجه. كمان العالم بيحترم الدوله القويه فقط لا غير، ده كلام دي قاعده. وان كانت ضعيفه وان كانت ضعيفه على حق في بعض الاحيان ولكنها لا تنظر اليه، لا مجال للضعيف. ولذلك كانت الاستراتيجيه اللي اعدائنا اللي كل العرب عارفين مين هم كانوا عايزين يعملوها في المرحله اللي فاتت، وبفضل الله ب 30 يونيو وب 3 يوليو فشل هذا المخطط تماما. كان ايه؟ انه هيفرغ الدول العربية من مضمون الوحدة ده، من مضمون ان احنا نبقى كلنا ايد واحدة، انه بيفتت الدول العربية. وعايز اقول برضو حاجة مهمة جدا، وده مثل قدام كل العرب. الدول اللي هي تفتتت زي العراق، ليش معنى العراق تفتتت والنهاردة لما يجي شوية ارهابيين القوات اللي موجودة من القوات الامن شرطة او جيش تنسحب قدامهم ويطلع رئيس البرلمان يقول لازم نحاكم الجنود دول؟ ليه؟ ما كانش فيها جيش فتفتتت هذه البلد. صح. شوف الكام ولاية ولكام قطعة في ليبيا نفس الكلام. ولذلك كان اول حرص بتاع حلف الاطلنطي ان لما قالوا على عايزين يعملوا حظر جوي فوق العراق، اول حاجة عملوا تدمير البنية التحتية وتدمير قوات مسلحة. في ليبيا نفس الكلام، الكلام ده كانوا عايزين يعملوه في مصر لكن بفضل الله لم ينجحوا. ولولا صمود المؤسسة العسكرية من هذه المعارضة لفتتت لا قدر الله. الجيش ده عامل زي ايه؟ زي المغناطيس اللي جوه البلد اللي بيلم البلد كلها حواليه. صحيح. ولذلك ليبيا النهاردة اول حاجة الانتفاضة اللي عملتها اللي هو حفتر، خليفة حفتر. كل الشعب سعيد جدا بكده. ليه؟ قواته المسلحة قايمة، هي اللي بتطهر هؤلاء الجماعات الإرهابية اللي موجودة عندهم. وربما هو يريد أن يقتضي بالحالة السساوية إنجاز التعبير. هم دايما يعني. هم يعني مقلد جيد لينا، وده صح مش غلط. يعني الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالك إذا كان دولة جار ودولة كبيرة ودولة رائدة زي مصر إلى جوارهم. صحيح. فما فيش شك لازم يقلدوها وعلى الأقل يقتدوا بها. فهو ده إذا من المهم سيادة اللواء أن تكون العلاقة ما بين مصر والدول العربية علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية بهدف لا يعني تحقيق يعني أهداف المصالح العليا لكل الوطن العربي. ربنا حطنا على هذه الرقعة من الكرة الأرضية متكاملين في كل شيء، متكاملين زراعيا، متكاملين اقتصاديا في خامتنا، متكاملين حتى في السكان. يعني لو جينا نبص للمساحة هتجدي في أرض زي مصر عليها 90 مليون، وفيها هلاقي زي ليبيا اللي قد مصر مرة ونص فيها 4 مليون. يعني احنا لو عملنا التوازن الديموغرافي على الوطن العربي لن يحدث عندنا لا هذا التركيز ولا هذه الأزمات. إنما ده ربنا سبحانه وتعالى يمكن جعل هذا التوزيع على الأرض لكي نتوحد، لكي نتحد جميعا مع بعض، لأن كل واحد فينا مصلحته. يعني تخيلي احنا دول وادي النيل، يعني لما يبقى عندي انا ده، انا ممكن مع السودان لو تكاملت معاها مش هنحتاج حاجه من بره نهائي. صحيح. زراعيا فقط على الاقل. اذا هي دي
الوحده العربيه اللي احنا عايزينها، اذا ما بدات حتى بالسوق العربيه المشترك اللي كلنا بننادي بيه. ده بالعكس ده اول نداء للامن القومي. يعني اوروبا لما بتتحد النهارده، شوفي اوروبا فيها كام دوله، فيها كام لغه، فيها كام ديانه. وهذا يؤكد ان الاتحاد ليس اتحاد عسكري او امني، وانما ايضا اتحاد اقتصادي واجتماعي ونفسي. صحيح، ونحن احق بهذا. معنا مشاركه هاتفيه من الاستاذ عبد الله الحرثي، مساعد رئيس تحرير جريده عقاز من جده. سيد عبد الله، مساء الخير واهلا حضرتك معانا. حقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في حواراتي السابقة أن أول زيارة لدول الخليج ستكون للمملكة العربية السعودية، مدلول ذلك من وجهة نظرك؟ أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن أول زيارة للمملكة لها دلالات كثيرة، كون المملكة يعني أرض الحرمين وثقل المملكة في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج ومكانتها في العالم، هذا من جانب. والجانب الآخر، المملكة من أوائل الدول العربية التي ساندت مصر في خلال الفترات الماضية، ووجهت رسائل عديدة للعالم بأكمله وليس فقط للعالم العربي. نعم سيد عبد الله، يعني السيسي عندما تحدث عن الأمن القومي العربي قال نصا إن مصر العربية يتعين أن تستعيد مكانتها التقليدية كشقيقة كبرى، تدرك تماما أن الأمن القومي العربي خط أحمر، وقال إن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كيف تابعت هذه الكلمات وما هي أهم وأبرز الرسائل التي تتضمنها؟ نعم، لا شك أن الفترة الماضية، فترة الثورات أو ما نسميها بالثورات العربية، عانت مصر يعني كدولة يعني عظمى في المنطقة العربية، وعانت الدول العربية والدول الإسلامية من تبعات هذه الأحداث. ظهرت مجموعات إرهابية، جمعت يعني ظهرت منظمات تهدد الأمن العربي وتهدد الأمن الخليجي وتهدد الأمن بشكل عام حتى على مستوى العالم. فعندما يتحدث الرئيس السيسي بأنه أمن المنطقة خط أحمر، هذا مؤشر للتحديات التي تواجه المنطقة بأكملها. نحن نعاني من منظمات إرهابية في المنطقة، لو نظرنا على سبيل المثال لما يحدث الآن في العراق، وهذا يؤكد أن المنظمات الإرهابية تستغل وجود فرص معينة لتحقق مكاسب خاصة لها، سواء كان في العراق أو في سوريا، أو أيضا المجموعات التي أرادت النيل من مصر ومن شعب من مصر، وأحدثت الفوضى وأحدثت الفتن والانقسامات تحت ذريعة الإسلام. فهذه التحديات تحدث عنها الرئيس السيسي لكي يؤكد بأن مثل ما أشار، يعني أمن المنطقة هو خط أحمر. صحيح، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الله الحرثي، مساعد رئيس تحرير جريدة عقاز من جدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا سيادة اللواء، يعني من المفترض أن تكون هناك أسس ومعايير يتعين أو يجب أن يتمتع بها الأمن القومي المصري. شوف حضرتك، إحنا زي ما قلنا إن الأمن القومي العربي هو عبارة عن مجموع أو حاصل جمع الأمن القومي أو الأمن الوطني لكل دولة عربية. إحنا المملكة العربية السعودية بالذات يمكن لها دور معانا، أو مش عايز أقول مكانها بالنسبة لنا كمصريين وكمسلمين، فهي لها مكانة في القلب مباشرة، ده رقم واحد لما يربطنا بيها ولما تحوي هذه البقعة الشريفة على الأرض من رمز أو من الكعبة المشرفة، الرسول عليه الصلاة والسلام يسكن في هذه الديار، ده رقم واحد. رقم اتنين، يمكن احنا موقف اللي لا ننساه للسعودية، مش ان هي قدمت لينا الموضوع ده، ايه ممكن غيرها يقدم وغيرها يقدم، الموقف الرجولي بتاع اللي لا ينسى في التاريخ، موقف الملك فيصل. الملك فيصل لما يجي يقول لهم هنقطع البترول، ولما قطع البترول احنا ما خدناش حاجة. صحيح. لكن هو لما يقف قدام امريكا والغرب كله قالوا له هندمر لك ابار البترول، قال لهم هنرجع نركب الجمال تاني وهنسكن في الخيام. لما واحد بيضحي بكل رفاهية واقتصاد وطن وبيقف
زي بنقول فتح صدره قدام العالم ده كله أقوى دول في العالم عشان أن يثبت. فهذا لا ننساه. يعني إحنا النهاردة لما بنتكلم عن السعودية ما بنتكلمش السعودية بدتنا قد إيه وهي وهم أخوة كرام في عطائهم وفي وقوفهم جنبنا اقتصاديا. نتحدث عن الدعم والمساندة الأدبية والمعنوية أكثر من الدعم المادي في كل الأحوال إلى جوارنا. ما هي دي لذلك بنسمي إيه؟ دي القوة السادسة في قوة الدولة الشاملة. صحيح. القوة المعنوية عندما نشعر أن هناك أخوة لنا في كل بقاع الأرض العربية إلى جوارنا مستعدين للوقوف والتضحية من أجلنا، فما بالك بشعب مصر لما أنا أحس أن أخويا هيموت عشاني هيجوع عشاني، طب أنا أعمل إيه؟ فأولى بي أن أنا لا، ده أنا اللي أموت عشان نفسي وعشان أرضي، أقف جنبه، نقف كلنا مع بعض. إذن هذه هي هو التضامن العربي، ونحن في حاجة ملحة لهذا التضامن والتكامل. وقد بدأنا ولا عودة بمشيئة ولا عودة إن شاء الله بمشيئة الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية على تلبية الدعوة وتشريفك لنا النهاردة. أنا أشكرك جزيل الشكر. ومشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء جزيل.